السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما كنتم. دائما معكم إن شاء الله، ونبقى مع الكورونا فيروس، نبقى مع هذه الجائحة، لأن هذه المرحلة كذلك تحتاج تأطير، وتأطير قوي وعميق أكثر من المرحلة الأولى. لماذا؟ لأن هذه المرحلة خرج الناس، المرحلة الأولى كان الناس تحت الحجر الصحي، أما الآن الناس خرجوا واختلطوا، ولا يمكن أن نراهن على الحجر الصحي، لأن لا بد من تخفيف الحجر الصحي. ثم إذا خرج الناس لا بد من الاختلاط، نحن بين أمرين، لا بد من تخفيف الحجر الصحي لأن المواطن لا يمكن أن يعيش في منزله يعني مدة سنة كاملة. ثم إذا خرج الناس لا بد من الاختلاط، يعني لا بد من تخفيف الحجر الصحي، لا بد من الاختلاط، الاختلاط لا بد منه، ولا يلام المواطن على الاختلاط، لا يلام، لأنه ليس مكون، ليس مهيئ، ليس لديه المعلومة، وهي الأشياء التي تكلمنا عنها في شهر 3 و4 و5 و6. فهناك من أخذته العزة بالإثم، فماذا نعمل؟ الله المستعان. نحن لدينا قناة شخصية على اليوتيوب، ونحاول ما أمكن أن نؤطر وأن نساهم، كذلك أن نساهم، أن نتدخل لصد هذا الخطر، هذا ما نقدر عليه. فإما أن يفهم المواطن حقيقة الأمر ويقتنع سيسهل تدبير الجائحة في المستقبل، وسيكون تدبير صعب، إما أن يبقى المواطن هكذا معتم ولا يعلم شيء، متهور ومستهتر، وسيصعب تأطير، سيصعب تدبير الجائحة من بعد. سيسهل إذا فهم المواطن واقتنع، سيسهل عليه وسيسهل تدبير الجائحة كذلك. إذا لم يفهم وبقي هكذا، يعني مع هذه الوصلات الإخبارية الخمس ثواني، أخي المواطن يلبس الكمامة، أخي المواطن يبقى في منزلك، هذا ليس تأطير، هذا ضحك على الناس. المواطن حان الوقت كي يتعلم ويفهم ويتأطر ويتهيأ ويتكون، لأن المستقبل مجهول، وهذا المواطن لا يمكن أن يبقى هكذا يعني ينتظر ما يطلب منه، يجب أن يكون تكوين. وتكلمنا عن هذه الأشياء، فلماذا هناك من أخذته العزة بالإثم؟ لماذا لم نطلب ولم نطالب بأي شيء؟ وإلى حد الآن لا نطلب ولا نطالب، هناك فعل متعدي وفعل لازم، لا نطلب ولا نطالب بأي شيء، نحن لدينا إعلامنا الخاص فقط، هذه المعلومات كان يعني كنا نتمنى أن تصل لكل الناس، ونتمنى أن تصل لكل الناس. لا بد من تخفيف الحجر الصحي، بعد تخفيف الحجر الصحي لا بد من الاختلاط، بينهما التأطير، ليس هناك تأطير مع الأسف الشديد. ولاحظوا أن في سويسرا مثلا، سويسرا المجتمع السويسري، أن المواطن يعني لم يطلبوا منه لا الحجر الصحي ولا دخول لمنزلك ولا أي شيء. لماذا؟ لأن بلغ من النضج في سويسرا، المواطن السويسري بلغ من النضج ومن الوعي يعني مستوى ودرجة، أصبح هو بنفسه يدبر نفسه، أصبح هو بنفسه يخشى على نفسه، يدبر نفسه اقتصاديا، صحيا، سياسيا، اجتماعيا، كل الأشياء. ولا تحاول الشعوب العربية أن تطبق أي خطة من بلد أوروبي، لأن البلدان الأوروبية ليس فيها استهتار، ليس فيها احتقار، ليس فيها انتقاد من أجل انتقاد، ليس فيها تطاحنات التي توجد في الدول العربية، وليس فيها يعني اللامبالاة. هذه البلدان ليست بلدان الاستهتار والاحتقار والتهور، ليست مثل الشعوب العربية. نحن في بلداننا لدينا تهور، لدينا احتقار، لدينا استهتار، لدينا على مبالاة، فلا يمكن أن نطبق أي خطة. نعم هناك دول لم تطبق الحجر الصحي، دول اسكندنافية مثل السويد، سويسرا كذلك، نعم. لماذا؟ لأن التمدرس والمدرسة والتعليم وصل إلى يعني مستوى رائع، وهذا المواطن أصبح واعي وأصبح يقدر هو بنفسه على تدبير الأمور. أما شعوبنا العربية لا زال التعليم على ما هو عليه، ولا زال هناك مواطن متراخم ومستهتر، متهور، ينتقد، يعني لا يريد أن يفهم، لا يريد أن يقتنع. فلا يمكن يعني، لأن هناك بعض البلدان ربما تظن أن الدول الأوروبية لم تطبق الحجر الصحي وممكن أن نعمل مثلها، لا يمكن. ولا تحاول أي دولة من البلدان العربية أن تعمل مثل ما تعمل الدول الأوروبية، لأن هذه مجتمعات لها خاصيتها، المجتمعات العربية لديها خاصيتها، نحن مجتمعاتنا لدينا استهتار ولدينا يعني تهور، ولا ليس نفس الشيء. فيجب أن يتكون المواطن وأن يفهم ليصبح هو قادر بنفسه دون أن نطلب منه أي شيء، أن يتصدى لهذه الجائحة. فإما أن يفهم المواطن ويتكون ويساعد ويساهم ويصبح تدبير سهل، طيب لدينا كل شيء، إما
ستمتلئ المستشفيات عن آخرها في الأيام القادمة، ستمتلئ جميع المستشفيات، لا يمكن ألا تمتلئ، لأن خروج الناس، اختلاط الناس، انتشار الفيروس. ارتفاع عدد الحالات المؤكدة طبعا يتبعه ارتفاع عدد الحالات الحرجة، يتبعه ارتفاع عدد الوفيات. هذه أمور بديهية في علم العلم الأولى، هكذا الأمور. فلاحظوا هذا التأطير يجب أن يشمل كل شيء، الخروج كيف، حتى الاختلاط كيف يختلط الناس، يختلطون بدون ازدحام، يعني يختلطون يعني بدون تدافع، يختلطون بدون يعني يتسابقون على أشياء فقط. ثم الكمامة، لازلنا مع الكمامة، مشكلنا مشكل مع الكمامة. المرحلة الآن بعد خروج الناس من منازلهم، الكمامة لابد منها، للمواطن هو لنفسه يشتريها ويلبسها، وليس نطلب منه أو نحذر أو يؤدي غرامة. مواطن يكون واعي بالكمامة بأنه له هو، تحفظه هو وأطفاله، لكن لا زال المواطن لا يفهم لماذا يلبس هذه الكمامة، فهذا هو المشكل. ولا يلام على الاختلاط لأنه خرج بدون تكوين وظل 3 أشهر 4 أشهر في المنزل وليس هناك شيء، مع الوصلات الإخبارية، أخي المواطن يلبس كمامة، أخي المواطن اغسل يديك، هذه ما هذه الأشياء هذه. فالكمامة لديها كذلك شروط، فقط الكمامة، أخذ الكمامة، أما كيف يعيش الناس في منازلهم وماذا يأكلون وكيف يتعاملون وكيف يذهبون إلى العمل وكيف يذهبون في السيارة وكيف يركبون في سيارتهم مع أطفالهم وأربعة أشخاص أو اثنان وشي، فالآن يعني وسائل النقل العمومية ممتلئة، سيارات النقل الخاصة والحافلات والناس في العمل وفي الشارع وفي المحلات التجارية وفي الأسواق، لا يمكن أن لا يختلط الناس، ولا نعيب على المواطن أنه اختلط، لا يمكن، يعني الاختلاط لا بد منه، لا يمكن أن لا يختلط الناس لأنهم خرجوا، يجب أن نجد الحل خارج عدم الاختلاط، يجب أن لا بد أن يختلطوا. ولكن هذه الكمامة هي من العوامل التي ستنقص فقط من سرعة انتشار الفيروس، ستنقص من سرعة، لأن يعني سرعة انتشار هي الخطيرة، إذا انتشر الفيروس بسرعة سيكون ارتباك وتمتلئ المستشفيات ثم يرتفع عدد الحالات الحرجة وعدد الوفيات. ألا ينتشر الفيروس بقوة وبسرعة، فقط. والكمامة من يلبسها ومن لا يلبسها، من يعني من يضعها ومن لا يضعها، ومتى وأين تضع الكمامة، هذه الأشياء لم تسمعوها في الإعلام ولا يمكن أن تسمعوها، فاقد الشيء لا يعطيه. الكمامة لا يلبسها الشخص الذي لديه حساسية وربو ولديه مشكل مع الجهاز التنفسي، لأن ستزيد في أزمته. أشخاص الذين لديهم ربو ولديهم حساسية ولديهم مشكل في التنفس ألا يخرجوا من المنازل، أحسن إن كان لابد يعني ألا يختلطوا وأن يلبسوا الكمامة لوقت قصير، لما يكون يتكلم مع شخص أو يذهب لقضاء حاجة أو ربما يكون موظف أو شيء، فيلبس الكمامة لوقت قصير. الذين لديهم يعني حساسية، أزمة، ربو وحساسية، هؤلاء لا يلبسون الكمامة لأن لديهم مشكل في التنفس. الأشخاص الذين لديهم يعني لديهم أنف يسيل، أشخاص الذين أنفهم تسيل، لديهم يعني مخاط أو سائل يخرج من الأنف، لما يكون الأنف يسيل فممنوع وضع الكمامة، ممنوع ارتداء، هؤلاء يجب أن لا يذهبوا إلى العمل، يجب أن يبقوا في المنازل. الذي أنفه يسيل أو يخرج منه مخاط أو لديه زكام طبعا دون الكورونا فيروس، أو لديه حساسية تجعل الأنف يسيل أو شيء، هذا ممنوع عليه أن يلبس الكمامة، يجب أن يبقى في المنزل من الأحسن. ثم الأشخاص الذين لديهم مناعة هشة، مثل الذين أجروا مثلا العلاج الكيماوي، العلاج بالأشعة، العلاج هرموني، لا أنتيرفيرون، الذين لا يأخذون كورتيكويدات، الذين لديهم أمراض يعني ثقيلة ويأخذون أدوية كثيرة، هؤلاء لديهم مناعة منخفضة، هؤلاء يجب أن يضعوا الكمامة إذا خرجوا، ألا يخرجوا يكون أحسن، حاولوا ألا يخرجوا إلا للضرورة، إذا خرجوا يلبسوا الكمامة، يلبسوا الكمامة لهم وليس للناس، لهم هم، لأن لديهم مناعة هشة، حاولوا ما أمكن أن يأخذوا بالأسباب، لا شيء يسبق القدر، لكن لا بد من الأسباب. كمامة تضعها على أنفك فقط، هذا شيء مهم. الموظفين والموظفات الذين يستقبلون الناس يلبسوا الكمامة لهم لكي لا يتأدوا، لأنهم يستقبلون الناس
وزبائن كثير ولا يدرون من يحمل الفيروس، أن يحفظوا أنفسهم، أن يضع الكمامة وأن ينتبه ويكون حذر ولا يتهور في العمل، لأنه يوميا يذهب إلى العمل يوميا لمدة ساعات ويستقبل كثير من الزبائن. يعني سائقي سيارات الأجرة وسائقي الحافلات الكمامة لا بد منها وإجبارية، وأن يكونوا حذرين لأن العمل فيه كورونا فيروس، فيه اتصال بالأشخاص الذين لديهم حاملين للكورونا فيروس. هذه أشياء يعني مهمة جدا. الأشخاص الذين لديهم مناعة هشة أن لا يخرجوا يكون أحسن، فإذا خرجوا أن يضعوا الكمامة. الذين على يعني تابعوا العلاج الكيماوي والذين أخذوا الانترفيرون والذين أجروا عملية جراحية ولا زالوا يعني مناعتهم هشة يضعوا الكمامة وأن لا يخرجوا يكون أحسن، فإذا خرجوا للضرورة يضعون الكمامة، يلبسوا الكمامة، يعني ليس في شيء. هذه أشياء مهمة للكمامة. لا زالت هناك معلومات حول الكمامة. الكمامة كيف توضع؟ الكمامة توضع على الأنف. إذا كنت لا تلبس الكمامة كما ينبغي وتضعها على أنفك فلا تلبسها ولا تضحك الناس فيك أنك تلبس الكمامة تحت عنقك أو تضعها تحت أنفك، فأنت تضعها بطريقة خاطئة وسيضحك عليك الناس. إما أن تضع الكمامة على أنفك أو لا تضعها أو لا تلبسها، أحسن من أن تبقى أمام الكاميرا وأمام هناك أشخاص يظهرون يعني أمام الكاميرا بكمامة تحت الأنف وبكمامة تحت ما هذا؟ الكمامة تلبس كما ينبغي للأنف وليس للفم. الكمامة الأنف هو المهم، لأن الأنف هو الذي تخرج منه يعني هذه الأشياء. الأشخاص الذين يعملون بقوة وبجهد، ورشة البناء، السباغون، البناؤون، الذين يعملون بجهد، حتى يعني البائع الخضار، حتى المزارعون الذين يعملون بجهد ويتعرقون يحتاجون أكسجين قوي، يحتاجون حجم من الهواء يدخل للرئة، هؤلاء كذلك لا يضعوا الكمامة أثناء العمل لما يقوموا بعمل فيه جهد، لا يضعوا الكمامة. لأن لماذا؟ لأن سيختنق الشخص، يعني يحتاج يعني هواء كثير وحجم كبير من الأكسجين، فلا يضع الكمامة أثناء العمل لما يكون يقوم بعمل بجهد، لما يكون راجع إلى منزله أو في يعني وسائل النقل أو راكب مع شخص يضع الكمامة، أن تكون معه وأن يضع الكمامة، هذا شيء مهم. ثم الأشخاص الذين الرياضة، أثناء الرياضة، جميع الرياضات لا يلبس الكمامة أثناء الرياضة، مزاولة الرياضة، أي رياضة، يكون جري، يكون ماشي، يكون يعني سباحة، لا يضع الكمامة. يعني لماذا؟ لأنه يحتاج أن يتنفس بقوة، لأن يعني حجم الهواء الذي يدخل بحجم. ثم شيء مهم جدا، شيء مهم وغريب، أن هناك من يقتصد في الكمامة. يا سيدي اقتصد في البطاطس، اقتصد في الفواكه، اقتصد في كل شيء، في السجائر إنك تدخن، ولكن الكمامة ليس في اقتصاد. هناك من يقتصد كمامة يضعها أسبوع، هذا يعني هذا لماذا يضعها؟ من الأحسن ألا تشتريها، لماذا؟ لأنك ستضر نفسك أنت وليس الناس. الكمامة ليس في اقتصاد، ممكن تستعمل 5 و6 و7 في اليوم، ليس في اقتصاد. وإذا وضعتها ألا ونزعتها ألا تلبسها ثانية، وألا تمرر يدك 50 مرة فوقها، تلمس 50 مرة، تمسح يدك فيها 50 مرة. ليس هناك اقتصاد في الكمامة، لا اقتصاد في الكمامة، ولو استعملت 10 في اليوم، لأن شيء مهم بالنسبة لصحتك. ثم هذه الكمامة هي تستعمل مرة واحدة، إذا لبستها ونزعتها فلا تعاد، استعمال واحد للكمامة. فيعني الخطأ ليس خطأ المواطن، هذه الأشياء كانت يعني كان المواطن أن يتكون بهذا الشكل وأن يعلم هذه المعلومات في شهر 3 و4 وليس مع الأسف الشيء. الكمامة كذلك لها شروط ولها طرق. الكمامة مجلنا الأشخاص الذين لديهم حساسية للبلاستيك، هناك طبيبات وممرضات شوهتهم الكمامة في أوجههم، هؤلاء ممنوع عليهم الكمامة سانتيتيك، هذه يجب أن يلبسوا كمامة من قطن، والصانع كان عليه أن ينتبه، كان عليه أن يراعي هذه الأشياء، وكان عليه أن يصنع يعني كمامات 100% قطن للذين لديهم حساسية للبلاستيك فقط.
ثم الأطفال الصغار حاولوا ما أمكن، طفل سنة وسنتين لا يلبس الكمام، لأن تنفس الطفل ليس هو تنفس الشخص الكبير، يعني 6 سنوات وسبعة وثمانية ممكن، لكن سنة وسنتين وثلاثة من الأحسن الطفل هذا من الأحسن عليه، إذا خرجت أمه يعني أن تحاول ما أمكن هذا الطفل أن لا يسلم عليه أحد وأن لا يأخذه أي أحد من الأحسن. وهذه الكمامة للطفل من سنة وسنتين لا. فمن الأحسن يعني من الأحسن أن هذه المعلومات أن يقتنع المواطن في الأخير بأن هذه الكمامة هي له هو وليس للمجتمع وليس للسلطة. هناك من يضع الكمامة يحملها في جيبه لما يرى الشرطي يضعها. لا نريد هذه الأشياء، نريد الناس أن يراقبوا أنفسهم بأنفسهم، ولا تحتاج شخص أن يراقبك، لا تحتاج شخص أن يراقبك أن ينبهك أو شيء، يراقب أنت نفسك ونبه أنت نفسك واقتنع، ويعني وتكون لديك وعي أنت بنفسك بأن هذه الأشياء لك أنت وليس للمجتمع، ستحفظ نفسك أنت. لماذا؟ لأن حتى إذا كنت لا تتأدى فربما تحمل الفيروس إلى منزلك، إلى زوجتك، إلى أطفالك. فيجب أن يكون الناس يعني أن ينتبهوا، وهذه المرحلة هي مرحلة الكمامة، وهذه الكمامة هي شيء يعني كما تفعل الأشياء الأخرى، نحن نأخذ بالأسباب، تحفظ أو لا تحفظ لا ندري. طبعا هي تحبس الفيروسات، وسنتكلم كيف تحبس الفيروس، لكن لماذا لا يلبس الناس الكمامة؟ لماذا؟ لأن شخص قال لهم أن هذه الكمامة لا تصلح لشيء وأنها لا تعصي. هذا كله هراء، هذا كله هراء. جميع البلدان التي طبقت الكمامة ولم تطبق الحجر الصحي هي أحسن من البلدان التي لم تطبق الكمامة وطبقت الحجر الصحي. هونغ كونغ مثلا، هونغ كونغ طبقت الكمامة ولم تطبق الحجر الصحي. فيجب أن ينتبه الناس، وهذه الكمامة أصبحت ضرورية في هذه المرحلة هذه وفي المرحلة المقبلة، وإن شاء الله إن شاء الله يكون خير. هذه الأشياء معلومات، فقط معلومات بسيطة حول الكمامة. فماذا لو تكلمنا عن الاختلاط، كيف يختلط الناس؟ كذلك الاختلاط له قواعد وشروط. ثم الزيارات، كيف الناس ممكن أن يزوروا بعضهم البعض وعائلاتهم وأبويهم ممكن، لكن كيف؟ كذلك تأطير، لأن إذا كان وعي لدى الأبوين ووعي لدى الأبناء يعني الذين يزورونهم والبنات كذلك، إذا كان وعي عند الاثنين طبعا ستكون زيارة يعني كما ينبغي، و يعني يتكلموا ويأكلوا حتى يأكلوا مع بعضهم، لكن أن تكون شروط، لما يكون 4 أشخاص يأكلون مع بعضهم كلهم واعين بالكورونا فيروس، كلهم يعلمون أن هناك خطر، فطبعا سيكون أحسن وأسهل. لما يكون 5 ومعهم شخص واحد متهور سيتهور الجميع، احذروا هذه الأشياء. لما يكون 15 شخص و30 شخص معهم شخص واحد معوج متهور سيجعل 30 كلها تتهور. هذا هو المشكل، فاحذروا هذه العناصر التي تكون 5 على حق ومعهم شخص متهور، أو 10 على حق مقتنع واعين معهم شخص غير واعي ولا لا يبالي، فسيجعل هذا كذلك سيميلون مع الأسف الشديد. فانتبهوا واحذروا هذه الأشياء، هذه معلومات فقط، لن نتخلى عن المواطن وسنؤطر من الأول. لماذا؟ لأن هذا حظنا، فالله المستعان، وإن شاء الله سنبقى معكم، وهذه قناة شخصية، ونحن نحاول بما لدينا من معدات أن نصل إلى الناس، وحتى نتكلم لغة نظيفة ولغة يعني سليمة لكي يفنى إخوتنا في كل البلدان. وهذه المرحلة تتطلب ذكاء، حذر وانتباه لا نصيبه، لكن أن يكون الشخص أن يتعامل بالذكاء، وأن لا تكثروا الأسئلة، وأن لا تصدقوا الأشياء التي تأتيكم إلى هواتفكم الجوالة، لا تصدقوا التضليلات والأكاذيب التي ستصلكم إلى هواتفكم.